أرضية. ما رأيك في ذلك؟ هذا جميل جدا. استلم الدفع. تعرف، كل هذه المغامرات والنجاة بصعوبة بالغة، أعتقد أننا لم نتمهل للتأني وتقدير ما حققناه. ها؟ سيك بارفس ماجنا. سيك بارفس ماجنا. اسمع يا أخي، إنها ستتجاوز الأمر. مع كنز كهذا فسوف تفعل. لا أعرف، أعتقد أنني كررت الأمر أكثر من اللازم. ها، بطريقة ما تخيلت أنها أكبر. نحن في المكان الصحيح بالتأكيد. سأبحث عن مكان لنرسو فيه. أعني، هناك جزيرة على الأقل. هناك جزيرة على الأقل. انتبه لأي شيء من فوق البحر. تعني. بالتأكيد. ربما ليبرتاليا أشبه مكوك صغير الشجر. ربما يكون منزلا على الشجر، أو ربما أنفق إيفري ثروته كلها في البحث عن الكنز. نيتن هناك. حسنا، هذا بالتأكيد يعتبر من صنع البشر. صنع القراصنة. فلنجد طريقا للبرج. نعم. إنه باب من نوع ما. تغطية على غرفة ما؟ غرفة عملاقة لتخزين مجموعة من الكنوز؟ مستحيل، مع شخص مغرور كإيفري فبالتأكيد المكان الذي وضع فيه الكنز سيكون فخما وسيكون تحت حماية قوية. هذا معقول. كبرج مراقبة قديم، هل يمكننا رؤية شيء من الأعلى؟ حسناً، إلى الأعلى. سام، من هنا. يبدو هذا واعدا. يبدو لي كرمز. يبدو كسامي بوصلة. كيف تعلمت ذلك؟ إن كان هناك شيء تعلمته منك، اضغط على أي شيء. انظر هناك، إنه
نفس الرمز. سهم آخر، فلنكتشف إلى أين يشير. هيا، القارب تحتنا مباشرة. نعم. لنرى أين ستقودنا الأسهم. انظر، سهم آخر هناك. أي نيثن، انتبه. نيثن، هناك سفينة أو ما تبقى منها. ماركو، ماركو، بوابة عملاقة، علامة جيدة. ها نحن ذا. يجب أن تعترف، هذا رائع جدا. ماذا؟ تسلق المنحدر؟ تسلق هذا المنحدر على جزيرة قراصنة عملاقة. بحقك. أعلى قليلا، يمكننا التأرجح من الفرع. حسنا، عدنا للعمل. حسنا، مهلا، يجب ألا
مقتضبا، صحيح؟ لو كان لديك المال ستتباهى به. ها، إذن هل يعتبر هذا المكان الأكثر تفصيلا على الإطلاق؟ إنه في الأعلى. هيا فلنلقي نظرة أخرى. انظر، المدخل الرئيسي مسدود بالحطام. ثانياً، أعتقد أن بنائي إيفري لم يضعوا مئات السنوات من التآكل في الحسبان. بوضوح. فلنبحث عن طريق آخر. سام، هيا ساعدني. أكيد. هيا أعبر. شكرا. لا مشكلة. يا إلهي، الكثير من الرفع والزحف تحت الأشياء. حياة صياد الكنوز المجيدة. ماذا كان هذا المكان في رأيك؟ هذه الأقواس تذكرني بكاتدرائية القديس ديزموند، لكن لا أعرف. جسر حبل هنا. هيا. لنرى ما ستجده في أعلى. حسنا. إذن هناك ممر، لكنني لا أرى طريقا آخر للصعود بعد. انتظر. بخير؟ أصبحت على الجانب الآخر. حسناً، لا يزال علينا أن نرفعك إلى هنا. انتظر. سام، أي شيء؟ سام، ألا تزال هناك؟ اللعنة. لنرى إذن. أفسدت زواجي، أبعدت صديقي العزيز. هل صعدت بالفعل؟ أين كنت؟ أبحث عن طريق لأصل بك إلى هنا. حسنا، اقفز أو اعبر. شكرا. كل شيء على ما يرام؟ كلنا على ما يرام، لنواصل الحركة. حسنا. جيدة.
سام من هنا. حسنا. يبدو أننا لا نزال في الطريق الصحيح. كيف لم يكتشف ذلك أحد؟ ونحن صغار في الملجأ، هل فكرت أننا قد نفعل شيئا جنونيا كهذا؟ لم أفكر في هذا. سننزل إلى الأسفل. احذر. لقد أفلح. إن هذا ثاني أكبر خزان أراه. أين كان الأكبر؟ سأخبرك لاحقا. لنذهب إلى هناك. سام تعال من هنا. اللحمة. حسنا. أنت بخير؟ سهل جدا. واو، ما كل هذا؟ سام انظر. هاي، ربما كانوا يخططون لبناء متنزه ضخم. ملاهي القراصنة. سام انظر للمجسم. يبدو هذا كشارع في المدينة. أتعتقد أنهم بنوا كل هذا؟ مع هؤلاء الرجال لم أعد أعرف. مصنوع ببراعة. مخططات قديمة. انظر يا سام، انظر، رموز قبطان القراصنة متجمعة حول إيفري. إيفري وتو يجتمعان مع القباطنة، وكأنهم يكتبون قواعد السلوك، قانون حقوق القراصنة. سفينة إيفري. فانسي. نعم، مهاجمة غانزوي. هكذا بدأ كل شيء. نيثان، هذه قصة تأسيس ليبرتاليا. إمدادات كثيرة، أدوات، بذور. مؤن غالباً انتهت صلاحيتها. ما كان هذا المكان؟ حسناً إذن. آلية
لا 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 لا، سندخل بطريقة أو بأخرى، فلنرفعه معا، اتفقنا؟ حسنا، لنفعل هذا. هذا طبيعي. فكر في كل ذلك الأمس. أفكر في ظهري فقط. تبا. واو، يبدو أننا سنواجه تجربة أخرى. يبدو كذلك، فلنرى ما تفعله. إنها تثير الناس. هذا يساعد. عن الآخر. أدير الرمزين في هذه الوقت. والآن عليك أن تتعرف. ها نحن ثانية. ماذا لدينا؟ فلنرى. جوزيف فارل، ويليام مايز، طارق بن مالك، وكريستوفر كوندنت. 8 من 12. أعتقد أنك فعلتها. وآخر الطاقم ريتشارد واند، إدوارد إنجلاند، وتوماس سام.
انظر، يبدو أن هذه وجهتها. أي مهلا، يوجد 11 قرصان فقط. القرصان الشهير مفقود. هذا غريب. فلنرى. حسنا، إلى أين الآن؟ اللعنة، ما هو تمثال إيفري المفقود؟ أتعرف؟ أنا بدأت أشعر بأن صديقنا كان نرجسيا. تعتقد؟ فلنرى ماذا يخبئ لنا. هذه مسافة عالية جدا. نيثان، كن صريحا معي، ما تصنيفك لهذه العملية بالمقارنة مع مغامراتك الأخرى؟ اسألني عندما ننتهي. لا تسقط، لا تسقط. لم يسقط، رائع. هيا للأسفل. القارب هناك. هيا يا قطة. جزيرة تمثال إيفري العملاق على اليمين. أشعر بحماس لدرجة أن يدي ترتجفان. نعم، أعرف الشعور. إما هذا أو أنني أحتاج إلى سيجارة أخرى. ربما الأمراض. ربما يريدون أن ننظر عبره. جزيرة الكنز أصابتك بالغيرة. هيا سام. لا لا لا، سأعطيك هذا الشرف. أنا أسر. هيا. حسنا حسنا يا كابتن، ما الذي سنبحث عنه؟ هناك. إذن جزيرة كبيرة على شكل جمجمة؟ جزيرة كبيرة ولا جمجمة. إنها هي ليبرتانيا. هذا تفاؤل بالنظر للظروف. هيا، لا يوجد غيرنا هنا. يحق لك الشعور بالقليل من الإثارة في هذا الأمر. سأشعر بالإثارة عندما ننقذك من ألكازار. هيا. حسنا. ماذا؟ قلت حسنا. لا 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 لا، عندما تقول حسنا هذا يعني أنه على العكس من الخير. أوه. تماما. هذا ريف؟ نعم، ومن غيره؟ تباً.